رحمه الله. فعلان غير متصرفين نعم وبئس رافعان اسمين مقارني لو مضافين لما قرنها كنعم عقب الكرنة ويرفعان مضمرا يفسر مميز كنعم قوم معشر وجمع تمييز وفاعل ظهر في خلاف عنهم قد اشتهر وما مميز وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل ويكرر المخصوص بعد مبتدا وخبر اسم ليس يبدو ابدا وان يقدم مشعر به كذا كالعلم نعم المقتنى والمقتدى وذلك بئس ساء واجعل فاعل من ذي ثلاثه كنعم مسجله ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وان تلد لما فقل لا حبذا وولد المخصوص ايا كان لا تعدل بلا فهو يضاهي المثل فهو يضاهي المثل وما سوى لا فعب حب او فجر بالباء ودون الانضمام الحرف النظر نعم وبئس فعلان جامدان خلافا للكوفيه. قال الكوفيه هما اسمان بدليل قول العرب وقد بشر احدهم بانثى. قال ما هي بنعم الولد نصرها بكاء وبرها سرقه. والاخر قال وقد سار الى محبوبتي على حمار بطيء السير. قال نعم السير على بئس العير. قالوا على حرف الجر لا يتقدم الا على اسم. واجاب البصريون بان حرف الجر لم يتقدم على نعم ولا على بئس وانما تقدم على موصوف حذف وحذف صفته وبقي معمول الصفه. والتقدير نعم السير على عير مقول في بئس العير. ما هي بولد مقول في نعم الولد. واستدل البصريون لفعليتهما بأن تاء التنية تلحقهما نعمة المرأة عائشة بيسة المرأة حمالة حطب. أنا أقول فعلان غير متصرف لا يتصرفان نعمة وبيسة رافعان اسمين كل من ما ترفع اسما فذلك اسمان مقارنة مرفوع نعمة وبيسة لا يكون إلا مقرونا بأل نحو نعم العبد إنه أواب بئس الرجل أبو جهل أو مضاف إلى ما فيه ال نحو بئس مثل المتكبرين نعم أخو العشيرة عثمان بن عفان أو يكون مضمرا مفسرا بنكرة تطابق المخصوص تقول نعم رجلان زيد نعمة فيها ضمير مستتر وجوبا مميز برجل ورجل تطابق زين في الإفراد والتذكير. وتقول نعم امرأة أم سليم نعمة فيها ضمير وامرأة تمييز يفسر الفاعل المبهر وامرأة تمييز يطابق أم سليم واضح ثلاث حالات. قال هذا ما قوله مقارني ال او مضاف لما قرنها كنعمة عقب الكرماء هذان حالتان ويرفعان مضمرين يفسره مميز مطابق الموصول كنعمة قوم معشره. قال رحمه الله وجمع تمييز وفاعل ظهر في خلاف عنهم وقد شر. الاصل ان التمييز ياتي للابهام لكن اذا اتيت بالفاعل اسما ظاهرا فما الحاجه الى التمييز ومع ذلك استمع بالعربيه. قال والتغليبيون بئس الفحل فحلهم فحلا وامهم زلاء ينطيق. الفحل اسم ظهر غير فحلا. نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت والسيبوية منعوا هذا وهي نصوص واردة وصيحة في الجمع بينهما. وابن مالك لجلالة السيبوية لم يبدي رأيه قال في خلاف وانتهى. بمعنى اخر انه اختبأ عن الموضوع وتركه. لا سبيل يرد هذه النصوص والسيبويه معروف الجلالة ومعروف القدر. قال رحمه الله وما مميز وقيل فاعل في نحو ربما أتتك نعمة وبئس بعدها ما وبعد ما جملة جملة نحو بئس ما اشتروا به أنفسهم إن تبدي الصدقات فنعم ما هي. قال بعضهم ما هذه تمييز والفاعل ضمير مستتر وما بعدها مخصوص بالمدح. نعم ما هي قالوا ما تمييز والفاعل مستتر وجوبا وهي مخصوص بالمثل انتهى الموضوع. وقال بعضهم هي فاعل نعمة فاعل جامد وما فاعل مبني في محل رفع وهي مخصوص بالمدح.
نعم ما يقول الفاضل كما قال ابن ماجه نعم ما يقول الفاضل نعم قالوا ما تمييز والضمير الفاعل مستتر ما يقول الفاضل وجملة يقول الفاضل صفة لمخصوص بالمدح حذف الشيء الذي يقول الفاضل وقال بعضهم هي نكرة تامة فالجملة صفة لمحذوف هو المخصوص بالمدح وقال بعضهم نكرة ناقصة نكرة ناقصة ويقول الفاضل صفة لنا والمخصوص بالمدح محذوف وقال بعضهم بل هي معرفة ناقصة المعرفة الناقصة يوصل بها الأسماء الموصولة فقط الوهابية إذا سمعتها معرفة ناقصة فهي الاسم الموصول لأنه يتقل إلى صلة قالوا والمخصوص المدح محذوف أنا أقول وما مميز وقيل فاعل في نحو نعمة ما يقول الفاضل إذا جاء بعد نعمة وبسماء وبعدها جملة اسمية وفعلية اختلف فيما هذه والخلاف موضوعه سهل هي تساؤل اثنين هي جاءت مبنية لو جاءت منصوبة تحتم أن تكون تمييز لو جاءت مرفوعة تحتم أن تكون فاعل هي مبنية صالحة الحجتين أنا أقول نعم قال رحمه انتهى من الفاعل دخل في النوع الثاني وهو المخصوص قال ويذكر المخصوص وبعده مبتدا ياتي بعد الفاعل بعد ان انتهينا منه ومن انواعه قال ياتي بعده المخصوص ويدل على ان المخصوص لا يتقدم لا يتقدم فان لم يذكر بعد الفاعل فهو محذوف دل عليه ما قبله لانه يتقدم هذا مفهوم من كلام الملك قال ويذكر المخصوص وبعده مبتدا حال كونه مبتدا نحو نعم الرجل زيد زيد مبتدا خص المدح الراجح ان الجمله قبله خبره وقيل بل هو خبر لمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو انا اقول هو يذكر المخصوص وبعده مبتدا وخبر اسم ليس يبدو ابدا وان يقدم مشعر به كذاك العلم ونعم المقتنى والمقر اذا تقدم ما يشعر به يحذفه انا وجدناه صابرا نعم العبد ايوب انا اقول وان يقدم اقرا قال جاء كبئس ساء ساء أصلها سواء أصلها سواء حولت إلى صيغة فعلة فصارت قاصرة ضم فعلة كلها قاصرة في العربية ثم ضمنت معنى بئس فصارت قاصرة وجامدة فتقول ساء الرجل أبو جهل ساء فعل ماضي بمعنى بئس مضم معنى بئس والرجل فاعله وابو جهل مخصوص بالذم مبتدا خبره ما قبله خبر لمبتدا احد وجوبه انا قلت وجعل كبيس ساء قال رحمه الله وجعل فاعلا من ذي ثلاثه كنعمه مسيله مطلقا اذا اردت تعجب من فعل ثلاثي جعل لا صيغه فاعلا وعامل من عامله نعمه اذا كان يشعر بالمدح ومعامله بيس اذا كان يشعر بالذم تقول كذب الرجل مسيلمته كذب فعل ماضي مضمنا معنا بيسا والرجل فاعله ومسيلمة مخصوص بالذم مرفوع مبتدا خبره الجملة قبله أو خبر لمبتدا محذوف وجوبا انتهينا وكذلك تقول كتب الرجل الكاتب المشهور المعروف ابن مقلة كتب الرجل ابن مقلة الرجل فاعل وابن مقلة مخصوص بالمدح أنا قال واجعل فاعلا من ذي ثلاثة تلك نعمة مسلمة قالوا استعملت العرب ثلاثة أفعال دون أن تحول إلى صيغة فعلة وضمنهم على بئس ونعمة وهي علم وجهل وسمع تقول سمع الرجل أبو جهل كان قوي السمع وعلم وجهل حولوها إلى صيغة دون أن تغيرها أنا أقول واجعل فعلا من ذي ثلاثة كنعمة مسجلة مطلقة ومثل نعمة حبلة حب لا مثل نعمة لكنها تشعر بأن المتحدث عنه قريب منك إذا قلت نعم الرجل زيد لا تشعر إلا بمدحه لكن إذا قلت حب لا زيد فأنت تمدحه وتشعر المستمع بأنه قريب منك الفاعل لا اختار هذا القول من بين ثلاثة أقوال قال بعضهم حب لا حب فعل مركب من حب الفعل ولا الاسم قال وتقدم الفعل فلنعطيه الحكمة وتكون حبلا كلها فعلا وزيد فاعل وليس مما نحن فيه وقال بعضهم الاسم أشرف فلنعطي الحكمة للاسم
ولتكن حبة لها كلها اسمنت فهي في محل رفع مبتدأ وزيد خبره وليس مما نحن فيه. هو جنح إلى رأي ثالث وهو أن حبة فعل ماضي ولا فاعل مبني في محل رفع وزيد مخصص بالمدح أرابه كما سبق. وإن تريدنا فقل لا حبة لا فقل لا حبة لا أبو جهل لا حبة لا لا نافية وحبة فعل ماضي ولا فاعل وأبو جهل مخصص بالذم. قالت الشاعرة تهجو محبوبة غيلان قال ألا حب لا أهل الملا غير أنه إذا ذكرت مي فلا حب لا هي على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الخزي ولو كان بادي إلى آخره. أفهم؟ على قوله وإن تريد من فقل لا حب أخرى قال ولذا المخصوصة إذا قلت حب لا أولها المخصوصة أيا كان فتقول حب لا زيد وحب لا هند تقول حب لا زيد لا تقول حب تي هند أو حب هذه هند لا تغير فيه جعله بسواه. ولا تقول حب لا الزيداني أو حب تاني الهنداني أو حب أولئي الزيدون لا تقول شيء من هذا كله. هذا نقوله وأولي المخصوصة أيا كان مفردا مذنبا مجموعا مؤنثا مذكرا لا تعدل بلا لا تغيرهم فهو يضاهي المذهل من المذل من لا يغير لا يغير عن مورده. تقول قال بعضهم وقد خطب امرأة في الصيف واعتذرت له أصيبت له بعد ذلك تريد لبن قال الصيف ضيعت اللبن. الصيف يقال لطلاب لم يجتهدوا الصيف ضيعت اللبن لا تقول ضيعتم لماذا لا يغير من قوله لا تعدل بلا لا تعدل بلا فهو يضاهي المثل ربما يجاب بالباقي تقول حب لا زيد سوف يذكر العدل ماذا بعده وما سوى يرفع بحب او فجر بالباء وما سوى لا ارفع بحب تقول حب زيد وان شئت قلت حب بزيد حب يرابوها حب في الماضي والبحر جر زائد وزيد فاعل مرفوع بالضم المقدره منع انه يشتغل المحل في حاله جر زائد وما سوى لا ارفع بحب او فجر بالباء كما تريد ودون ضم امام الحاء كذر اذا استعملت حب مع غير لا كذر ضم حائها وبالوجهين روية قول الأخطل أنا أخو فجروا شخصيات كأنها رجال من السودان لم يتسربلوا فقلت تصبحون إلى آباء لأبيكم وما وضعوا الأثقال إلا ليفعلوا فصبوا عقارا في الإناء أعوذ بالله كأنها إذا لمحوها جلوة تتأكل وجاءوا ببيسانية خبر أعوذ بالله هي بعد أول أخطال هي بعد ما يعل بها الساقي أذل وأسهل إلى أن قال عن الخبر فقلت تقتلوها عنكم بنزاجها وحب بها مقتولة حين تقتله وحب بها مقتولة أوي البيت للوجهين والشاهد أن حب استمعت مع غيرها مع غير ذا فضمت حاؤها بنقل حركة الباء إليها لأن أصل حبب من قال حب نقل إلى حركة عين الفعل ومن قال حب